اكبر غلطه بيقع فيها اللي بيفتح مطعم جديد. كل يوم بنشوف مطعم جديد في السوق، منهم اللي بيكمل وبينجح ومنهم اللي بيقفل. من ضمن الاسباب اللي ممكن تخلي عمر مطعمك قصير وتعتبر الخطا الفادح اللي بيقع فيه اي مستثمر جديد عدم وجود فتره افتتاح تجريبيه لمطعمه قبل الافتتاح الرسمي واللي بنسميها السوفت اوبننج. وخلي بالك علشان فتره الافتتاح التجريبيه ليها اصول. اول ما المقاول بيديك المفتاح والبلديه تسلمك الموافقات بالعمل، انت على طول بتجري وتروح رايح تفتح باب مطعمك للزبائن، ومعتمد وقتها على جملة أصل أنا صرفت كتير ومتأخر كتير ولازم أفتح بسرعة. وللأسف الجملة دي هتدمر كل اللي أنت صرفته، وبقى بيني لو ساعتها عملت مكسب أو لميت فلوس. طب إيه أصول فترة الافتتاح التجريبية؟ فترة الافتتاح التجريبية على الأقل بتكون من أسبوعين لشهر، لغاية ما تكون متأكد إن أنت فعلا جاهز لاستقبال العملاء بتوعك بشكل رسمي. وخلال الفترة دي انت هتجرب مطبخك وتدرب موظفينك على التشغيل بشكل كامل عن طريق انك تعزم قرايبك واصحابك ومعارفك وتشغل مطعمك بالكامل وتخليهم يختاروا من المنيو زي الزباين بالظبط، وتشوف بقى التشغيل هيمشي ازاي، وفي نفس الوقت تاخد ارائهم في الاطباق والخدمه اللي انت بتقدمها، وبعدين تعرف الاخطاء فين سواء في الاطباق او الخدمه او البروسيس وتصلحها بسرعه، لانك مهما كنت محضر هتلاقي اخطاء ومش هتعرفها الا من فتره الافتتاح التجريبي. واوعى بقى تعمل افتتاح تجريبي وتعزم معارفك على اطباق معينه انت مختارها او تعمل لهم بوفيه مفتوح. ابوس ايدك، اوعى تعمل كده. انت مش بتعمل تسويق وجايبهم عشان يسوقوا لمطعمك، انت بتختبر مطعمك فيهم. خليهم يجوا يطلبوا زيهم زي الزباين، وبشرط تعمل اشغال كبير وزحمه علشان تعرف مشاكلك فين وفين البوتل. ولان الانطباعات الاولى بتدوم، الزبون اللي هيدخل لك اول مره لو معرفتش تحافظ عليه انسى اللي هو هيجي لك تاني. والمطعم الجديد لو اخد سمعه مش حلوه ووقع انسى اللي يقوم له قومه تاني. علشان كده قبل ما تاخد قرار بالافتتاح الرسمي لازم تكون مستعد وجاهز بكل قوتك انك تقدم فعلا تجربه رائعه. وما تنساش تشارك الفيديو للي ناوي يفتح مطعم جديد. شكرا لمتابعتكم، انا يونس ودي عيادة المطاعم.